حدث حصل لك السنة هذه سلطفت أفضل مو شرط كرة قدم، مو شرط بالرياضة، حدث حصل لك أنت يعني استانست فيه واجد. أول شيء يعني والحمد لله على كل شيء صار خيرة ولا مخيرة. أنا أفضل حدث علي إنه يوم تكلموني جاني عروض من عدة أندية بالسعودية، فهذه مثل ما تقول إنه تعطيك حافز وشيء يكون يعني إيجابي لك حتى لجدة. صح والله يا كابتن أحمد تستاهل تلعب أفضل دوريات الخليج. شيء أي شيء تنصح فيه شخص يعني شخص برياضة تنصحه مثلا، أنا أكلمك بمستوى فريقنا يعني تنصحه نصيحة وتوصلها له لاعب إداري. شوف ولا يهنون الربع طبعا إخواني، أنصحهم كلهم، أنصح اللاعبين كلهم، في واحد بالأخص بنصحه يعني أنصح اللاعبين يعني كلهم إن شاء الله. عندنا إحنا مباراة دوري ممتاز، عندنا مباراة دوري ممتاز ولعبنا مباراة كبيرة مع الكويت أدينا فيها، لا تكون هذه مثلا على قولة الناس ضربة حظ، وأنا أدري إنه مو ضربة حظ. صح لي قدام ان شاء الله انصح اخوان اللاعبين ان يكونون جديين بالتمارين، وهذا عشان المباراه القادمه. عندي انا الحارس علي نادر، يستاهل، هذا اخوي الصغير يعني يستاهل، هذا اخوي، هذا مستقبل النادي، انصحه نصيحه، ترى احنا ما لعبنا بالمكان هذا اللي تعبنا عليه على ما وصلنا، صبر. صح فانا عندي ثقه فيك كبيره ان انت راح تخلف من بعدنا ان شاء الله، ان راح تكون انت الجولتش الاول بخيطان، وانصحك نصيحه تمارينك صح. وجديتك اهي لان انت راح يكون لك اسم كبير ان شاء الله بالرياضه. صح صح، ومشكور كابتن احمد، وانا سولف بشكل عام انصح لاعبين نادي خيطان اللي توم صاعدين واللي صار مربع سنين صاعدين، نصيحه مني انا والكابتن احمد، ما في لاعب يصير